لأنواع الذكر وكيف يكون الشكر لله عز وجل. أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن هو أفضل الذكر، فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإكثار من قراءة القرآن مع التدبر والتعقل، ولو كان لا يحفظه كثيرا يقرأ ما كيسر منه أو من المصحف إذا كان يقرأ من المصحف يكفي من ذلك، وإذا كان لا يقرأ من المصحف يقرأ ما حفظ، يحفظ الفاتحة يكررها كثيرا في أوقات كثيرة لأنها أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن العظيم، كل حرف بحسن وحسن بعشر أمثالها، وإذا كان يحفظ معها بعض السور قصيرة كررها وأكثر منها في الليل والنهار يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يقرأ المصحف قرأ من المصحف من أوله إلى آخره كلما كمله عاد وقرأ من أوله من الفاتحة، ثم أفضل الذكر بعد ذلك لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، هذه أفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء، كل هذه أنواع من الذكر جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، قال بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كما يعتق أربعة أوس ولد إسماعيل، متفق على صحته، وقال أيضا من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه وذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر من عمله، هذا حديث عظيم رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يستعر من هذا الذكر وأن يقول ذلك مئة مرة كل يوم، كل صباح يوم أو في أثناء اليوم أو في آخر اليوم، لكن إذا كان في الصباح يكون أفضل حتى يعم اليوم كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة، وإن قال يحيي ويميت بيده الخير فكذلك مئة مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، يعني عدل عشر رقاب يعتقها سبيل الله عشر رقبات من العبيد، وكتب الله له مئة حسنة ومحاله مئة سيئة، هذا خير عظيم، وكان في حزن من الشيطان هذا أيضا أمر عظيم، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة الإكثار من هذا وملازمة هذا يوميا، وهكذا الإكثار من قول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء عشر مرات، كل ما حصل فرصة قالها عشر مرات، يقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء عشر مرات كان كما يعتق أربعة أوس من ولد إسماعيل، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، هذه أنواع من الخير وأنواع من الذكر، ويقول صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربع، أحب كلام الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ويقول عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس
رواه مسلم في الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأنا أوصي جميع إخواني في كل مكان بالإحسان هذا الذكر ليلا ونهارا وصباحا ومساء في كل وقت. أوصي جميع المؤمنين والمؤمنات، أوصي جميع إخواني في الله في كل مكان أن يكرم هذا مع إكثار من قراءة القرآن في كل وقت. كما أوصي الجميع بعد كل صلاة، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، أن يقول بعد السلام: أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد كل صلاة إذا سلم من الفريضة أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. ثم يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الضوء وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا يقول بعد كل صلاة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول هذا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان إمام بعد الاستغفار يقول: اللهم أنت السلام، ينصرف إلى الناس يعطيهم وجهه، فسلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إذا كان إمام إلى الناس يعطيهم وجهه، والإمام يقول هذا، والمنفرد يقول هذا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ آخر: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ويزيد بعد هذا في المغرب والفجر خاصة: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قد، عشر مرات زيادة على ما تقدم في المغرب والفجر. لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قد، عشر مرات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الفجر بعد صلاة الفجر بعد الذكر والمغرب أيضا: اللهم أجني من النار سبع مرات. جاء في ذلك حديث فيه بعض اللين، ولكن هذا الدعاء حسن بعد المغرب والفجر: اللهم أجني من النار، اللهم أجني من النار سبع مرات. بعد هذا الذكر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر وبعد المغرب: اللهم أجني من النار سبع مرات. فإذا قاله حسن، وليس الحديث فيه بقوي ثبوت، لكن دعاء حسن من باب الفضائل والترغيب في خير الأعمال وما ينفع العبد في الدنيا وأخرى. إذا قاله بعض الأحيان أو دائما كله حسن، لأنه ليس ضعفه شديدا، وإنما هو فيه دليل لأن التابعين إذا رواه عن الصحابي ليس مشهورا ومعروفا بالعدالة، ولكنه من التابعين، والتابعين غلبوا عليهم الخير والفضل، ولا سيما أولاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد هذا كله يستحب لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال هذا غفرت خطاياه وان كانت مثل سبب البحر. فينبغي الاكثار منها، ينبغي المحافظه على هذا. بعد هذا الذكر بعد كل صلاه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقول: سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، الجميع 99. ثم يقول تنبيه: لا اله الا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فيه فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا قال غفرت خطاياه وان كان مثل زبد البحر. هذا وعد عظيم وخير كثير. لكن اهل العلم بينوا ان هذا ان هذه المغفره مقيده باجتناب الكبائر. للنصوص الاخرى يعني باجتناب الكبائر اليوم من الزنا والسرقه وعقوق الوالدين واكل الربا ونحو ذلك. لان الله يقول سبحانه: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الجمعه ورمضان رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي الوقت الاخر: اذا اجتنب الكبائر فينبغي المؤمن ان يحذر الكبائر، احذر السيئات، ولا يصر عليها بل يبتعد عنها ويحذرها خوفا من الله وتعظيما له وحذر عقابه عز وجل. والكبائر هي الذنوب العظيمه التي جاء فيها الوعيد بالنار او بغضب الله، او جاءت فيها الحدود الشرعيه كالزنا والسرقه واكل الربا واكل اموال اليتامى وعقوق الوالدين واحدهما، قطيعه الرحم، الغيبه، النميمه، شاك الزور، ظلم الناس. هذه كبائر ينبغي الحذر، يجب الحذر منها غايه الحذر، ومن اسباب عدم المغفره، نسال الله السلامه والعافيه. ويستحب ايضا مع ما تقدم من الذكر بعد كل صلاه ان يقرا ايه الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء منه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه ايه عظيمه، هي اعظم ايه في القران وأفضل آية في القرآن. ويقال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا آخرها، هذه آية الكرسي العظيمة. يستحب المجيء بها بعد الذكر بعد كل صلاة، ويستحب أيضا أن يأتي بعد كل صلاة قل هو الله المعوذتين، يقرأ قل هو الله المعوذتين بعد كل صلاة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقرأ أيضا بعدها: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وأيضا يقرأ: قل أعوذ بالناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مع التسمية في أول كل سورة، يسميه في أول كل سورة ثم يقرأها. ويستحب تكرار هذه الثلاث بعد الفجر والمغرب 3 مرات، وعند النوم 3 مرات، كرر قل هو الله 3 مرات، وهكذا يقول أعوذ بالفلق، وهكذا يقول أعوذ بالناس بعد الفجر والمغرب وعند النوم. كل هذا مستحب، فإذا حافظ عليه المؤمن والمؤمنة فيه خير عظيم وفضل كبير. نسأل الله للجميع التوفيق.